نتكلم في البداية عن نعم. آداب الصدقة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من مشى على الأرض، خير من طلعت عليه الشمس، بل هو الشمس وضياؤها بهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفسه شفاء وعرقه طيب لكل داء. ختم الله به الأنبياء فجعله محمودا في الأرض والسماء، حتى تسعد بذكره في الآذان والصلوات والقنوت والدعاء. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بداية، كل عام أنتم بخير. إحنا في أيام طيبة مباركة فيها نفحات كثيرة عظيمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر يعني شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا كالريح المرسلة في أيامه كلها، إلا في رمضان كان أجود ما يكون الناس. فالصدقة باب عظيم من أبواب الخير للمسلم، وهذا الباب الإنسان بيتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لما بيصلي دلوقتي في رمضان وبيقيم التراويح وبيشتغل على التهجد وكل هذه الأعمال الطائعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها واللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها، فبناخد على السنة أجر. طيب بنيجي في الصدقة، باب غريب جدا، باب يعني سبحان الله زي الصيام كده. الصيام اللي بيحاسب عليه ربنا سبحانه وتعالى وبكافي عليه الأجر ربنا سبحانه وتعالى. الصيام لي وأنا أجزي به. الصدقة بتيجي بتكون بين العبد والعبد، ثم الذي يرقب هذا العبد اللي طلع الصدقة ده ربنا سبحانه وتعالى. لكن الصلاة والصوم ده بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لكن الصدقة بين العبد والعبد ثم الذي يرقب العبيد سبحانه وتعالى. طيب ولذلك من أجل الصدقة ومن أفضل حاجة الإنسان بيتخيل بعد موته بيقول إيه؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أعمل إيه؟ أرجع بقى أصوم تاني ولا أرجع أتصدق ولا لا، لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. ليه الصدقة؟ لأن الصدقة دي يا أستاذ عبير بتعود على النفع على الغير، وربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلائف في الأرض نستخلف بعضنا بعضا ويعطف بعضنا على بعض، ويعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف وهكذا. إذا أتت للحمة والتواصل بين المجتمع بين بعضهم البعض، ولذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيه كده يوم القيامة أهوال وأوجاع أمور صعبة جدا، فكان من أداب هذه الصدقة إن الإنسان لا يمن بهذه الصدقة على الغير، إنما يخرجها بقلب سليم راض مطيع لله سبحانه وتعالى. طب لو عمل كده الإنسان وأخرج هذه الصدقة بنفس راضية محبة لله سبحانه وتعالى، كان في يوم القيامة من الجماعة اللي قاعدين في جنب لوحدهم. ما لهم الجماعة دول؟ هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، الحديث الطويل المعروف المشهور. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنا بطلع الحاجة دي مش عاوز حتى أقرب الناس إلي يعرف حاجة عنها. ليه؟ أنا برجو ثوابها وبرجو من الله عز وجل بهذه الصدقة أن يرحمني بها في الدنيا وفي الآخرة.